أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مع ربك يناديك، ولقاء اليوم ربنا ينادينا فيه من خطر عظيم وقع الآن فيه كثير من الناس، وهو يتعلق بالربا. ربنا يقول في هذا النداء المبارك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني حين يأتي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في موضع فيقول: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى بيتكلم عن الايه؟ عن الربا. وحين يأتي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى بيتكلم عن الايه؟ عن الربا. ولما يأتي ربنا سبحانه وتعالى في نداء سابق فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يبقى بيتكلم عن الايه؟ يبقى بيكرر ولا مش بيكرر؟ هذا التكرار يا جماعة للتقرير. يعني للتقرير، يعني لتثبيت حرمة وخطورة ما كرره ربنا سبحانه. الربا دي يا جماعة من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال حديثا يجعل القلوب تنخلع، قلوب المؤمنة تنخلع من قضية الربا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: الربا 73 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وهذا حديث متفق عليه، متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة. إيه معنى الحديث الأخير ده يا جماعة؟ أقل شيء في الربا اللي أهون منه وأسهل منه عند ربنا أن ينكح الرجل أمه، يعني أن يتزوج رجل أمه وأن ينام مع أمه. ليه ربنا الرحيم الغفور الكريم الودود بيشدد قوي قوي في قضية الربا كده؟ قال لك لأن الربا يتعلق بعصب الحياة ألا وهو المال، ولأن الربا يتعلق بأقوات الناس، ولأن الربا بيحدد مصائر ملايين من البشر وعشرات الأمم. المصائب الكبرى على الأمم دلوقتي سببها إيه؟ يعني المرض بيجي بسبب إيه؟ المرض بيجي بسبب قضايا اقتصادية، جرائم والتشرد والبطالة، كل ده بسبب إيه؟ القضايا الاقتصادية المهزوزة في البلد. عشرات المصائب في الأمم مترتبة على الاقتصاد، والاقتصاد وهزة الاقتصاد معظمه بيأتي من الايه؟ من قضية الربا. اللي بيهز اقتصاد أي أمة قضية الربا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مرة يقول لك ايه؟ أحل الله البيع وحرم الربا، يعني فتح لك أبواب كثيرة جدا من الحلال وغلق قدامك باب الحرام ده عشان ما يأثرش عليك ولا يأثر على كل المجتمع. يعني عشان يشوف 10 بس في محافظة هم اللي بيحتكروا اقتصاد المحافظة كله بايه؟ بالربا. ايه قضية الربا دي باختصار شديد؟ الربا انا معايا فلوس ومش بشغل بقى ببني مصنع واثنين وثلاثة، ولا مش عارف بشغل 60-70 ألف واحد بالكم مليون اللي معايا وافتح ابواب ارزاق ويجي لي خير ولا ما، لا اقعد كده واسند ظهري كده واقول يا جماعة اللي عايز فلوس سلف يجي ياخد مني. طيب انا عايز منك 5000 جنيه عشان بجوز البيت، تعال خد ال 5000 جنيه. هتسدد امتى؟ هسدد ان شاء الله بعد البيت ما تتجوز ونلم النقطه والحاجات اللي في كده، هسددهم مثلا 5، يعني قدامك كام شهر؟ شهرين ثلاثه. طيب الشهر نحط عليه 500، يبقى انت هتسدد الخمسه دول تديهم 7000 جنيه، بجنيه دي ربا، جنيه بربع جنيه دي ربا، زياده في المال اللي انت اقترضته ده ربا بعيد. ما يقوم عليه البنك حين يقرضك مالا الان هو اصل الربا، اصل الربا. ودي اللي كان بيعمله اهل الجاهليه زمان. اهل الجاهليه زمان كان واحد يروح لهم ويقول لهم انا عايز منك مثلا 1000 درهم ولا 1000 دينار، يدي له 1000 درهم ولا 1000 دينار، يقول له هتسد كل شهر اديني، يقول له كذا، يقول له 100 جنيه مثلا، وهم ال 1000 دول وصلوا 1000 ونص، بقى عليه 1000 ونص.
التضاعف في الربا بقى اللي ربنا بيحرمه في الآية دي، صورة من صور الربا المتعددة، إن لو عدى شهر وإنت ما سددتش، لو عليك 900 يبقى 950، لو عدى كمان شهر وما سددتش يبقى إيه؟ يبقى 1000 جنيه، لو عدى كمان شهر وما سددتش القسط نفسه مش المبلغ كله يبقى إيه؟ يبقى 1050. يعني تتضاعف الزيادة كلما تأخرت في السداد، هو ده اللي ربنا ايه حرمه هنا. والبنك بيعمل ايه غير كده؟ ده عشان كده ربنا حرم المساله دي، وربنا بيحرم علينا كمؤمنين المساله دي. يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعاف مضاعف. مش معنى الايه ان احنا ناكل الربا حتى لو مش كانت مضاعفه، لا، قال لك الربا من اولها لاخرها ايه؟ حرام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وزي كان قلت لك زمان، عايز تتوب بقى وربنا يتوب عليك، الباب مفتوح على الآخر. طب اعمل ايه يا رب؟ قال لك فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سلفنا 1000 جنيه، تاخد 1000 جنيه وخلاص من المسألة. طب والزيادة اللي حصلت؟ لا، تبرق إلى الله سبحانه وتعالى منه علشان ربنا يبارك لك. ولذلك هنا بيشرح لنا يعني ايه الربا أضعاف المضاعفة. إذ كان الرجل يستقرض من آخر مالا إلى أجل معين، فإذا حل الأجل جاء الوقت الذي يجب أن يسدد فيه المبلغ، ولم يجد سدادا يقول لمن أقرضه أخر وزد، يعني اديني مؤنة شهر كده والألف ده يبقى 1000 وإيه ويزود زي ما أنت عايز بقى، يقول لك 1050 1000 موافق، ما هو الراجل مش معاه، طب ويعمل إيه؟ فيؤخر ويزيد فيه. فإذا حل الأجل ولم يجد سدادا يقول له أيضا أخر وزد، وهكذا حتى يصبح القرض الذي كان 100 درهم مثلا 100 دراهم. وهذا هو ربا النسيئة الذي يتضاعف. أما ربا الفضل، والحتة دي مهمة جدا، فإنه تحصل فيه الزيادة فور البيع بأن يبيعه قنطار بر بقنطار ونصف بر، ويبيعه 1000 درهم ب1010 مثلا، وهكذا في كل الربويات، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وما يلحق بها من كل مقتات مدخر، إذ هذه الربويات لا تباع إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن بلا زيادة، إلا أن تختلف أجناسها كبيع فضة بذهب أو بر بشعير أو تمر بملح مثلا، فلا بأس بالزيادة في أحد الشيئين على شرط أن يتم البيع في مجلس واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ها بها، اللي احنا بنسميها في اللغة العامية عندنا ايه؟ خد وهات في مجلس واحد. وزي كده واحد بتمر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له رسول الله تمر جميل اهو، قال له انت جبته منين التمر الجميل ده؟ فقال له كان عندي كيلتين تمر رديء، نزلت السوق رحت بدلته مع الراجل صاحب التمر بكيلة تمر جيد اللي انت بتاكله. قال له لا، هذا هو الربا، هذا هو الربا، هذا هو الربا. قال له ما اعمل ايه يا رسول الله؟ قال بيع تمرك واقبض مال، اقبض ثمن يعني، واشتري ما شئت من اي مكان شئت. محدش يأثر على حد ولا حد ينتهز حد، يقول له انت عايز كيلة من ده، طيب انا هاخد كيلة ونص، ويمكن ده ما يسويش ده، لما الكيلة ونص تتباع مثلا ب 150 جنيه والكيلة دي لما تشتري تلاقيها ب 120 جنيه، يبقى الراجل خسر ولا مش خسر؟ ابو كيلة ونص. الإنسان بيقول لك لا تغرير، وعايزين وضوح، ممكن يكون العكس، الكيلة ونص دول يسوي 80 والكيلة هنا تسوي مش عارف قد ايه، وبغرر باحد الطرفين. الاسلام عايز كل واحد ياخد حقه كما امر الله، فقال لك لا دي غلط، اللقطه دي غلط. بروح للراجل برميله على الترابيزه 2000 جنيه واخدها ب 5-6000 جنيه والباقي اقسطه، حرام. تعرف لو دخلت في جمعيه ضبطتها الاول وخدت ال 5000 جنيه ورحت خدتهم كاش الذهب كام جرام ذهب اللي هتديهم للبنت اللي خدتها، ده احسن اهون. ده اسمه ربا الفضل. البلد أي بلد لا تقوم إلا على اقتصاد، والاقتصاد له دعائم، منها البيع والشراء، ومنها العمل والإنتاجية، ومنها التجارة، ومش عارف اللي بيهز الكيان كله. أنت عارف الزلزال اللي بيهز اقتصاد أي بلد في الدنيا إيه؟ الربا، لأنها لعبة. خلي بالك الربا لعبة مال، يلف 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 ويزيد ويتحط في عب واحد، وهو بيلف وبيزيد وحط في عب واحد عمال يكسر ويفقر الناس اكتر وهو ماشي في المجتمع، ويفقر المجتمع اكتر وهو ماشي، بخلاف البيع، بخلاف التجاره، بخلاف العمل، بخلاف المصرف.
واللي بيسبب الفقر وخراب البيوت أصله الربا. عشان كده تلاقي في أول القرآن ربنا يحرم الربا، في نص القرآن ربنا يحرم الربا، في آخر القرآن ربنا يحرم الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو بيقول الحديث ده، الحديث ده صحيح ويرعب، بقوله تاني اهو: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وفي الحديث الثاني: الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. لما بتروح تشتري عربية بتشتريها من معرض، صاحب العربية المعرض موجود، بتقول له أنا عايز أشتريها كاش، يقول لك 80,000 جنيه. يقول له أشتريها اسم بس أخذ ضمانات مش عارف إيه وإيه وإيه لما غير ذلك، وهيبقوا 80 ويبقوا 90. ده اسمه بيع وشراء حلال. البنك إيه بقى اللي مصيبة البنك بتحصل في إيه؟ أنا عايز أشتري عربية يا سيادة البنك. البنك ما عندوش عربيات يا جماعة، ولا البنك بيبيع لك عربيات، ولا البنك بيعقد معاك صفقة بيع وشراء عربيات. إنما البنك بيعمل إيه؟ بيديك فلوس ثمن العربية، يا إما يديها لك تروح تديها أنت من المعرض، يا إما بيحولها للمعرض مع مندوب، يا إما بتصل بالمعرض والمعرض يبعث ياخد الشيك وأنت تاخد العربية. بيبيع لك مش عربية، بيبيع لك فلوس، بيبيع لك 80,000 جنيه فلوس اللي هم ثمن العربية، وبيحط هو عليهم الربا الفوائد الزايدة 20-30-40 حسب بقى ما يطرأ ليه. فبيديك شيك ب80 توديه للمعرض، لما تيجي انت تسد يقول لك انت عليك 110 او 120. دربة ايوه دربة. يبقى هو باع لك فلوس شيك ولا باع لك عربيه؟ باع لك شيك. هو لو عنده معرض وهيبيع لك ويعقد الصفقه على انها سياره بيع وشراء بزياده 80 100 120 120، وانت وافقت، ده اسمه بيع وشراء حتى لو كان البنك. انما هو بيبيع لك ايه؟ بيبيع لك فلوس. وبيع الفلوس ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الربا، هو عين الربا، هو عين الربا. انت عارف علماءنا الكبار لما يجوا علمونا قضيه الربا دي قالوا ايه؟ قالوا ربا البنوك الان اعظم من ربا الجاهليه زمان. قلنا لهم ليه؟ قال لان ربا الجاهليه زمان كان عن عدم علم، انما ربا البنوك دلوقتي بعلم اللي اسسه اليهود. لا، أحل الله البيع وحرم الربا. وزي ما أنا قلت لحضرتك زمان وبقولها تاني، ربنا لما بحرم باب بحرم عشان وراه عشرات الأبواب من المصائب والبلاءات، ولما بحرم شيء بيحل من جنسه مقابل ليه عشرات الأبواب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا خائبين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين. اللهم اجعل هذه البلاد سخاء رخاء وكافة بلاد المسلمين. اللهم أذهب عنا الهم والغم والكرب العظيم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.